قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن أنشطة إيران التخريبية في المنطقة ودعمها لميليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن لن تستمر طويلا، وأكدت رفضها الكامل للدعم الإيراني للحوثيين وتزويدهم بالصواريخ البالستية لاستهداف السعودية وتهديد الملاحات الدولية. جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أثناء لقائه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، وأكد الجريبان على خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلات طهران وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية لاستهداف السعودية وتهديد الملاحة الدولية.